بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط 18 الخاصة بفئة القعدان الحقائق ومسافة 4 كيلومترات. الحاضر معنا مع انطلاقة سن الحقائق في هذا المهرجان الكبير، مهرجان ولي عهد دبي 2023. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع غازي سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي، من يبدأ أول التحديات وأول الانطلاقات باحثا عن الناموس وعن الفوز والانتصار. بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني لنتابع هنالك زناد محمد بن سلطان بن محمد العرياني، من يقدم لنا الزناد، من يحضر على مستوى المركز الثاني. بينما ثالث التحديات المستشار محمد بن بطحان بن قران المنصوري، والمركز الرابع لنتابع هنا الوصول مع جلمود سعيد بن علي بن عامر الزرعي، من يقدم لنا جلمود، من يحضر على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع هنالك الوصول والانطلاق مع سياف سالم بن سعيد بن عمان المهيري، من يقدم لنا سياف، ولكن التسلل في هذه اللحظات من حملول محمد بن جاسم بن براك المزروعي. ونقلتنا القادمة هي للمركز السادس لنتابع الوصول والتواجد مع مغادر حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح، من يتقدم الان. المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول والانطلاق مع الخطير عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة الخطير. والمركز الثامن لنتابع الوصول في هذه اللحظات من الطائر لسيد حمد بن صالح بن عيد المنهالي، بدأ بالوصول في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن والتاسع. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، ما إيهاب راشد بن سليم بن راشد العويسي، شعار العويسي هو القادم بهذا الأداء المميز، وأيضا هنالك الشبابي أحمد بن سالم بن سلطان الزرعي، من يقدم لنا انطلاقة الشبابي. ونختم النداء مشاهدينا متابعينا الكرام مع بسطام، هو القادم في هذه اللحظات، سعيد بن محسن بن بخيت السلمي العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى. جلمود على المركز الأول، جلمود على الصدارة، سعيد بن علي بن عامر الزرعي، من يقدم لنا انطلاقة جلمود على أول التحديات. المركز الثاني بسطام سعيد بن محسن بن بخيت السلمي العامري، من يقدم لنا انطلاقة بسطام، من يحضر بهذا الأداء المميز. بينما المركز الثالث نتابع هنالك الوصول، الانطلاق مع مبعد سعيد بن ياسر بن علي العفاري، ولكن العودة للمقدمة، العودة للصدارة. وصلنا هنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات وكيلو الانطلاقات المميزة. جلمود سعيد بن علي بن عامر الزرعي، من يقدم لنا جلمود، من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. ابو عامر بهذا الاداء المميز، مهنا بن سعيد الجحافي، من يتابع هذه الانطلاقة المميزة، الزرعي من يتابع لنا بهذا الاداء المميز. يا سلام، ولكن القدوم، الانطلاق مع والم خلف بن راشد النايلي الشامسي، يا سلام على هذا الأداء الكبير. ولكن جلمود سعيد بن علي بن عامر الزرعي، يا سلام بمتابعة مهنا بن سعيد الزرعي، من يتابع هذه الانطلاقة الكبيرة والمثيرة. ولكن والم 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 خلف بن راشد النايلي الشامسي، يا سلام، يتسلل، يتجاوز، ينطلق بهذا الأداء المميز، يا سلام.
نحو الفوز والانتصار. ينطلق والم والم والم. المركز الثاني الوصول مع سياف سهيل بن سعيد بن ذويب العامري، يحضر بن ذويب في الامتار الاخيره، في الامتار المجنونه لمن الناموس. الله الله، بن ذويب بن ذويب بن ذويب يتسلل ينتزع هذا الناموس الغالي. تهانينا والناموس لمالك سياف سهيل بن سعيد بن ذويب العامري، وثانيا والم خلف بن راشد النايلي الشامسي. والمركز الثالث، المركز الثالث الشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العميمي. والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا وتابعينا الكرام، غادر سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري. وخامس المراكز كان الوصول مع انطلاقة الشبابي عبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني. هكذا مشاهدينا وتابعينا الكرام التوقيت الزمني لحظة الفوز والانتصار 5 دقائق و58 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، شعار بن ذويب من قدم سياف سهيل بن سعيد بن ذويب العامري. تهاني الناموس. ثانيا بتوقيت 5 دقائق 59 ثانية وجزئ من الثانية هو توقيت والم خلف بن راشد النايلي الشامسي. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصل الشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العمي بتوقيت زمني 6 دقائق بدون ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحية في انطلاقة جديدة من انطلاق